إسلام أحمد بيقول لي إيه الصفة المشتركة بينك وبين مامتك زيزي حبيبتي صديقتي الجميلة؟ أنا أمي بص كل صحابي وكل أصدقاء صفحتي إنها بترد معايا حبايبها. فالصفة اللي بيني وبينها حاجات صفة كتير. أمي أمي حبيبتي ربنا يخليها. ربنا يخليها لك يا رب. أنا أمي بسيطة جدا، ست بسيطة جدا، مش متكلفة زيها زي كل الستات المصريات. أوكي. فأنا أعتقد إني واخدة منها الصفة دي. يعني أمي مثلا ما كانتش بتعرف تقرأ وتكتب بالمناسبة. كانتش بتعرف تقرأ وتكتب. اجتهدت وخدت الابتدائية والإعدادية وبتذاكر وراحت فصول محو أمية. ما شاء الله. يعني أنا بقول لك وبأعلنها يعني. ما شاء الله دي حاجة جميلة. دي حاجة جميلة. بفتخر بإنها طبعًا. أمي يعني أمي طبعًا. أمي من الستات اللي اجتهدت قوي عشان تربيني وعشان تربي إخواتي، وكانت مؤمنة جدا بموهبتي وكانت واقفة في ظهري. وكنت دايما لما أروح لها وانا بعيط من حاجه او دور راح مني كانت تقول لي صدقيني هتبقي كويسه، وكانت تعيط عشان